يفخر التاريخ الأمازيغي ما قبل الإسلام بشخصيات أمازيغية دينية وأدبية وعلمية عديدة لها أثر عظيم في الثقافة العالمية، وأغلبهم ألفوا باللغة اللاتينية عندما كانت اللغة اللاتينية هي المستعملة في التأليف في جميع بلدان بحر الأبيض المتوسط آنذاك. حتى عند الفراعنة فقد كانت اللاتينية مثل الإنجليزية في العالم حالياً لكونها كانت لغة الديانة المسيحية والأناجيل آنذاك. وبما أن الأمازيغ كانوا مسيحيين قبل الإسلام فكانت لغة التأليف لديهم هي اللغة اللاتينية، اللغة الرسمية للمسيحية حينها. وبما أن أسماءهم كتبت باللاتينية فقد ضحك بعضها بعض التحريف الفونولوجي البسيط بحكم اختلاف الفونولوجية اللاتينية عن الفونولوجية الأمازيغية. يذكر أن أغلبية الأمازيغ قبل الإسلام اعتنقوا المذهب الدوناتي نسبة إلى القديس الأمازيغي دوناتوس مؤسس هذا المذهب. وفيما يلي نبذة مختصرة عن أعظم 10 علماء وأدباء أمازيغ قبل الإسلام ممن لهم إسهام عظيم في الثقافة العالمية وترجمت أعمالهم إلى عدة لغات أوروبية، ولا زال يحتفى بهم في المحافل الثقافية الأوروبية حتى اليوم. 1. القديس الأمازيغي أغسطين. يعتبر القديس الأمازيغي أغسطين أحد أعظم الشخصيات المؤثرة في المسيحية الغربية حتى اليوم. تعتبره الكنيستان الكاثوليكية والأنغليكانية قديساً وأحد آباء الكنيسة البارزين وشفيع المسلك الرهباني الأغسطيني. يعتبره العديد من البروتستانت وخاصة الكالفينيون أحد المنابع اللاهوتية لتعاليم الإصلاح البروتستانتي حول النعمة والخلاص. ينحدر القديس أغسطين من أصول أمازيغية عريقة في شمال أفريقيا. ولد في تغاسط حاليا سوق أهراس بالجزائر عام 354 أي قبل مجيء الإسلام إلى شمال أفريقيا، وهو ابن القديسة الأمازيغية مونيكا، وتلقى تعليمه في روما ومؤلفاته بما فيها الاعترافات التي تعتبر أول سيرة ذاتية في الغرب والعالم لا تزال مقروءة في شتى أنحاء العالم. توفي أغسطين في مدينة بون عنابة حاليا بالجزائر بشمال أفريقيا، ونقول في حقه ما قال المؤرخ الفرنسي شارل أندري جوليان الذي اعتبره خطيبا وكاتبا من طراز عال: فلم يتح للمسيحية أن رزقت زعيما في مرتبته قط. 2. الملك الأمازيغي المثقف يوبا الثاني. ولد الملك الأمازيغي المثقف يوبا الثاني حوالي 52 قبل الميلاد وتوفي حوالي 23 ميلادي. هو ملك أمازيغي اشتهر بلقب الملك المثقف، وقد حكم مملكة موريتانيا الأمازيغية التي تبدأ من المغرب الحالي مرورا بكل شمال الجزائر إلى تونس، وقد شجع وناصر الفنون والعلوم، وقد ازدهرت في عهد هذا الملك المثقف كل الفنون الجميلة من نحت ورسم ونقش وموسيقى وغناء ورقص، فكان عصره هذا عصرا ذهبيا حيث برزت إلى الوجود مدن مملكة نوميدية، وتحت حكمه ساهم أمازيغ النوميديين مساهمة فعالة في ظهور الحضارة والتمدن في بلاد شمال أفريقيا، وبرزوا أيضا في عالم الفلسفة الدينية والأدب. من مؤلفاته تاريخ بلاد الشرق الذي وضعه لتعليم يوليوس قيصر إمبراطور الرومان، آثار أشور وقد كتبه بعد أن رأى بلاد الأشوريين وحضارتهم وثقافة بلاد الهلال الخصيب، كما كتب عن آثار الرومان القديمة. تاريخ المسارح الذي تحدث فيه عن الرقص وآلته الموسيقية ومخترع هذه الفنون، وكتب تاريخ الرسم والرسامين وكتاب
منابع النيل، وأيضا كتاب النحو النبات، ويوجد ضريحه في الجزائر المعروف بالقبر الملكي الموريتاني، حيث يرقد جثمان الملك الأمازيغي يوبا الثاني وزوجته. 3. الأديب الأمازيغي أبوليوس بالأمازيغية أفولاي. يعتبر الأديب الأمازيغي أبوليوس 125 ميلادي إلى 180 ميلادي صاحب أول رواية كاملة في تاريخ البشرية. هو أديب وخطيب أمازيغي نوميدي، وفيلسوف وعالم طبيعي، وكاتب أخلاقي، وروائي ومسرحي، وملحمي وشاعر غنائي. ولد في عام 124 أو 25 بعد الميلاد في مدينة مادور، والتي يطلق عليها اليوم مادوروش في ولاية سوقهراس بالجزائر. كان يسمي نفسه في مخطوطاته أبوليوس المادوري الأفلاطوني أو الفيلسوف الأفلاطوني، ويطلق على الرواية أيضا الحمار الذهبي، وقد كتبت في 11 جزءا بأسلوب طغى عليه التعقيد والمحسنات اللفظية. تتناول بعض كتاباته المحفوظة الأخرى السحر والخطابة والفلسفة، ويعد كتابه الحمار الذهبي أقدم نص روائي مكتوب في تاريخ رواية الإنسانية. 4. المسرحي الأمازيغي ترينتيوس آفر. ولد المسرحي الأمازيغي ترينتيوس آفر سنة 184 ميلادي، وهو من أهم كتاب المسرح في الثقافة الأمازيغية القديمة، وتوفي سنة 259 ميلادي. تبحر ترينتيوس في العلوم والفنون والآداب، وأصبح فريد زمانه وكاتبا مسرحيا كبيرا. ما زالت آثار أعماله راسخة في الريبرتوار الروماني واللاتيني والغربي، وعرف كذلك بكونه شاعرا كوميديا هزليا. وهو صاحب القولة المشهورة: أنا إنسان، لا يخفى عني أي شيء مما هو إنساني. ومن إفراطه في حب الأدب أنه مات حزنا بأرض اليونان بعد أن ضيع في البحر مخطوطات الله، وهو ابن 30 أو 35، ومن مسرحيته ست المشهورات: فتاة أندروس، الحمى، المعذب نفسه، الخصي، فورميو، الأخوان. 5. الشاعر الأمازيغي أفلوروس. ولد فلوروس الأمازيغي في شمال أفريقيا، وسافر إلى روما التي ظل فيها كاتبا وخطيبا ومؤرخا وشاعرا، وكان يشارك في المهرجانات الشعرية التي كانت تقام بالكابيتول. ومن كتبه ملخص التاريخ الروماني. 6. اللغوي فرونتون. ولد اللغوي الأمازيغي فرونتون أو ماركوس كورنيليوس فرونتو بسيرتا بنوميديا الجزائر، وهو من أهم علماء البلاغة الأمازيغ، ومن أهم النحاة والمحامين الأفارقة الذين عاشوا بروما اللاتينية، وعرف عنه بكتابة الرسائل باللاتينية واليونانية. وكان فرونتون يرى أن البلاغة هي مدخل كل علم وفن ومصدر كل معرفة، ولو كانت معرفة فلسفية. 7. المفكر الأمازيغي أرنوبوس الأكبر. ولد أرنوبوس الأكبر أو باللاتينية أرنوبيوس بإحدى قرى مملكة نوميديا الأمازيغية بتونس في النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي، وعرف بكونه مفكرا وكاتبا وخطيبا وشاعرا. ومن أهم مؤلفاته كتاب ضد على الوثنيين، الذي أخرجه إلى الناس سنة 300 ميلادية في 7 أجزاء،
وهو مكتوب بطريقة نثرية شعرية، وتحامل في هذا الكتاب على الوثنيين وعباد الأصنام، وبين فيه أن عبادة الله هي السبيل للفوز وضمان حسن الآخرة والنجاة الآمنة. وتوفي سنة 327 ميلادية، وقد ذهب كثير من المفكرين الفرنسيين إلى استلهام أفكاره مثل مونتاني. ثمانية، المتصوف الأمازيغي لكتانسيوس. ولد لكتانسيوس كايسيليوس فيرميانوس بأفريقيا الشمالية سنة 250 وتوفي سنة 325 ميلادي، وهو من أهم تلامذة أرنوبوس الأكبر، وقد ألف عدة أتود دينية عن عقاب المذنبين، الأموات المضطهدين، الزندقة والحكمة. وتتمحور جل كتاباته الدينية حول العناية الربانية. تسعة، رجل الدين الأمازيغي القسطوناتوس. يعرف القسطوناتوس في التاريخ الأمازيغي بأنه من أبرز المفكرين الدينيين الأمازيغ، وألف كتابا بعنوان الروح القدس، وشكل حركة ثورية دينية واجتماعية وسياسية قامت بدور تاريخي هام ما بين 400 قبل الميلاد و 429 ميلادية. عشرة، الشاعر الأمازيغي ماركوس مانيليوس. شاعر وعالم فلكي، كتب قصيدة شعرية تعليمية في 5 أجزاء حول علم الفلك القديم وعلم التنجيم، وقد وصف في قصيدته الفلكية مجموعة من العناصر الطبيعية والكونية، كالسماء والأرض والكواكب والمجرات والأبراج والنجوم، واستقرأ بشكل علمي وتنجيمي أثر الأفلاك وتلك المظاهر الكونية والطبيعية على حياة الإنسان وسعادته النفسية والروحية سلبا وإيجابا.